أهلا وسهلا بكم في قناتنا، قناة الفن لأخبار الفن والفنانين. معلومات وحقائق عن الفنانة الخليجية ريم إرحمة. قبل متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. ريم إرحمة ممثلة بحرينية، ولدت في 7 كانون الأول ديسمبر عام 1986، عمرها في 2019 و32 عاما. الفنانة الخليجية ريم إرحمة موهبة استثنائية، صنعت لنفسها مكانة مميزة في سماء الإبداع والتألق، حفرت اسمها بقلب المشاهد ماء الذهب برغم من صغر سنها. دخلت ريم إرحمة المجال الفني في 9 من عمرها في عام 1995، وذلك في مسلسل حزاوي الدار. دخلت ريم إرحمة المجال الفني في 9 من عمرها في عام 1995، وذلك في مسلسل حزاوي الدار. صور ريم إرحمة في الطفولة. مرت ريم بفترة لم تمثل فيها لغاية عام 2005، حيث أخذت حينها دورا في مسرحية رسالة من تحت الماء. صورة لريم إرحمة مع جدتها. الفنانة ريم إرحمة مع والدها. خضعت ريم إرحمة لعملية تجميل بسيطة منها سحب الدهون في منطقة الذقن. شاركت في مسرحية رسالة من تحت الماء في عام 2005، وفي عام 2007 شاركت في فيلم سينمائي قصير مدته 30 دقيقة بعنوان ليلى. شاركت ريم إرحمة في العام 2010 في مسلسل على موتي يا أغنى، إضافة إلى مسلسل سماء ثانية ومسلسل وجع الانتصار عام 2011. حققت ريم إرحمة النجاح في الكويت خلال الموسم الثالث من مسلسل ساهر الليل عام 2012، وقدمت في نفس العام لولو ومرجان وشارع 90. شاركت في مسرحية قصر العجائب عام 2012، وقد حصلت في العام ذاته على جائزة أفضل ممثلة واعدة من مهرجان مميزون في الكويت. الفنانة ريم إرحمة بدون مكياج. Don't look behind your back. Chase a light when the world is getting darker. I have a dream where love's the only side. So take my hand,
Join the army of the sun. في سن 18 عاما حاولت ريم المشاركة في أكثر من مسرحية مع المخرج محمد القفاص، إلا أن أهلها عارضوا الأمر، فعرفت أنه من المستحيل أن يوافقوا على ظهورها في التلفزيون، على الرغم من أن خالها عادل عيد هو مخرج برامج دينية في البحرين. لكن المخرج محمد القفاص أقنع والدها بالمشاركة في مسرحية رسالة من تحت الماء. ريم في لندن 6 أشهر أكتين دراما، وأخذت دورات في التمثيل داخل البحرين مع المخرج أمير الشايب، وتعلمت من الكاتب البحريني حسين المهدي الكثير حينما رافقته في كل لحظة كتب فيها مسلسلاته. كشفت الفنانة ريم أرحم عن المهنة التي زاولتها قبل دخولها مجال التمثيل والشهرة، حيث قالت أنها عملت ببيع كروت اليانصيب بعمر 16 بالمولات وتقديم عروض الحفلات، وعملت أيضا في محلات لبيع الملابس. ريم أرحم تهوى الطبخ وتبدع في طبخ العديد من الأصناف والحلويات، وتشارك جمهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي طبخها وخصوصا الأكلات الشعبية الخليجية. تعد ريم أرحم أول ممثلة عربية خليجية شاركت في فيلم قصير بعنوان كلوفن ضمن فعالية مهرجان الرعب السينمائي بدورته 18 في هوليوود. ورغم محاولات حلها ورغم محاولاتها لحل مشاكلها محوديا لم تجد حلا سوى الطلاق لوضع حد لهذا الزواج المليء بالمشاكل. كشفت إرحم أن هناك فعلا خلافات بينها وبين أشخاص في الوسط الفني، لافتة إلا أن الفرق بينها وبين غيرها أنها باتت ترد علنا لتوضح لجمهورها ما يجري. نفت ريم أرحم الأخبار التي أفادت أن هناك خلافا بينها وبين الممثلة الكويتية شجون الهاجري، وقالت أرحم في حديث إذاعي بعض الناس عندهم اسم يسقط العتب، وأنا من المستحيل أن أتكلم على شجون حتى لو مخطئة لأن الظفر لا يطلع من اللحم. أثارت ريم أرحم جدلا كبيرا بين الجمهور بسبب تكذيبها النجوم الذين يستعرضون ممتلكاتهم الفاخرة بعد شرائها. صرحت ريم أنها تمر عليها أوقات لا تجد معها المال، لافتة إلى أنه ليس كل ما يراه المشاهد عن الفنانين صحيحاً.